أيها الإخوة والأخوات من جديد، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. نجيب في هذا المقطع عن سؤال يقول صاحبه: هل يجوز طلاق الحامل؟ وإذا كان الحكم بالجواز، هل تجري أحكام الطلاق على طلاق الحامل؟ نقول وبالله التوفيق بأن العلماء مجمعون ولا يذكر هناك خلاف في هذه المسألة على أنه يجوز طلاق الحامل، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يمنعه، ولا يعد طلاق الحامل من الطلاق البدعي كما يلتبس عند بعض الناس. ويحسن في هذا المقام أن نعرج على مفهوم الطلاق البدعي، وهو محرم بالتأكيد، هو الطلاق الذي يطلق الزوج فيه زوجته أثناء حيضها أو نفاسها أو في طهر عاشرها فيه. يحرم طلاق المرأة أثناء حيضها لأنها تكون في مرحلة تتقلب في مزاجها، وقد تظهر منها تصرفات على غير عادتها في طهرها، فيطالب الزوج بأن يلتمس لها العذر، أن يوسع صدره، أن يتفهم هذه المرحلة التي تمر فيها الزوجة، فلا يحكم عليها بناء على بعض التصرفات في هذه المرحلة حيضا أو نفاسا. كما قالوا أنه يحرم على الزوج أن يطلقها في طهر عاشرها فيه. ما المقصود؟ تكون المرأة في حالة الطهارة فيجامعها ويعاشرها معاشرة الأزواج، فلا يحل له أن يطلقها لاحتمال أن يكون نشأ حمل عن هذا الجماع الحاصل بينهما، ولعله إن علم أن حملا قد تحقق في رحمها منه لعله صرف نظره عن موضوع الطلاق وغير رأيه فيه. مع التأكيد حتى على مسألة ضروري أن نفهمها، حتى الطلاق البدعي وإن كان محرما إلا أنه يقع وتجري الأحكام فيه تماما، يأثم صاحبه صحيح، ولكن الأحكام الشرعية تعتبر نافذة في الطلاق البدعي. والمشروع إذن أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه أو تكون حاملا قد استبان حملها، فهذا يدل على أن عزمه على الطلاق أو تلفظه بالطلاق جاء بعد اقتناع وبصيرة. فلا يسمى الطلاق طلاق المرأة الحامل طلاقا بدعيا، بل هو طلاق سني. ومعلوم أن الإسلام يحاول أن يضيق الخناق كثيرا في موضوع الطلاق، فجاء هذا القيد الوقتي دعونا نسميه، اللي هو يحرم عليها أن يطلقها في حيضها أو في طهر جامعها فيه. ومن هنا نفهم دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المأثور أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، على أنه تجدر الإشارة في هذا الموضوع تحديدا إلى عدة المرأة المطلقة إذا كانت حامل. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فينتبه من وقع في طلاق زوجته إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وأراد أن يراجعها وأن يعيدها إلى عصمته، ينتبه إلى هذا، فلعله يطلقها قبل أن تنجب بيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين. لهذا تماما، لأنه إذا انقضت العدة ووضعت إذا وضعت حملها وانقضت العدة بوضعها الحمل، لا يجوز له أن يعيدها إلى ذمته أو يرجعها إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد وبشرط رضاها. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.